السلام عليكم محمد قديم شو صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هذا فيديو رد فعل على الجيش الاردني قبل فيديو عوده. اشتركوا في القناه نصف الى 1000 مشترك واضغط لايك نصف الى اكبر عدد من النقاط. والله نبدا الفيديو. بدينا الفيديو بدل ما خش الفيديو بالطائرات. بدانا الفيديو بالخيول، الخيول العربيه، الخيول علم عالم القوة، عالم القوة، عالم الدفاع الجوي الأردني، جيشنا العربي. بدأت القوة الجيشات البحرية، الطائرات، التبعات، طائرات اللي بتنقل الناس وكده عشان ينطوا الباراشوتات. ورانا اهوت، ورانا موس انك تبدأ بقى تنط تدريبات وكده. انت تدريبات الصباح للطائرات الفرقاطات، القوات الخاصة، المدرعات. القوات التنشر السريع يعني مثلا نفس الجريمة الحقيقية للقوى السريعة تروح على طول، حرس الحدود يبقوا كمان تمرينات تقدر القنبلة يعملوا تمرين ازاي مثلا في اخواننا بتوع داعش منزل يخشوا يحرروهم على طول. ودي قوة من الجيش هما قوات الشرطة، عشان الشرطة بتكون لابسة اسود. ودي قوات الجيش يعني لبس الرفالو كده. الطائرات الحربية بنجهز الطيارة للإقلاع، ضرب أهداف، ضرب أهداف الأعداء زي أوقار. حتى بقى الإخوان الذهبيين شوف الكلام اللي تحتها بنلم كتير بقى بالطيارة وبيعمل مداهمة. القوات الخاصة هم بيحاربوا الاستعراضات وبتاع، بيعمل السلاح لقوات الانتشار السريع. أو بيضربوا أماكن، بيضربوا أماكن، بيضربوا مرعات، بيضربوا صاروخ ازاي، دي تدريبات بيصرفوا الدفاع الجوي، بيضربوا مدفعية، مدفعية على الحرامات الأرضية زي الإنشاءات، مدفعية، طائرات، طائرات، بيورينا ازاي من جوه الدفاع بيحصل ايه، دي المدفعية، المدفعية بتخش ب 2 كيلو، بتضرب قدام برضه المدفعية دي برضه جامدة خطيرة. للطائرات بيعملوا ايه تدريبات كده، تدريبات بالانشات انتشار سريع كده مع السنايبر ورفع الطيارة لبس لبس الملحمة لبس العشب كده والصحراء والمدرعات والمدرعات للطائرات. الطائرات عامل ازاي دي الناس بتنزل على الطيارة شبه بقى يلبس السنايبر بتاعه ويبقى قال يلبسوا ايه حاجات فأسلحة وحاجات هما عايزينها كده. بيضربوا الليل في الأرض بيكون الدفاع السماعات أهوات أهو دول القوات الخاصة جوا التدريبات كده. الجيش برضه الأردني جيش قوي برضه، الجيش الطائرات الحربية جايين الإقلاع عشان هتيروا ولو هما جايين يورونا ازاي بعد ما يجوا يخلصوا. شوية ايه حط النضارة عشان ايه بيروح طاير على طول، حط النضارة عشان المرقاد برضه الحربية بنسلم عليه عشان الإقلاع كده عشان برضه الطيارات دي برضه إيه فيها موت وكده. بص نزول صواريخ دي بكون إيه تدريبات برضه تدريبات الفرقاطات مرقادات الإنشاءات الحراسة الغواصات إيه اسمه إيه جفاضة يعني بشرية بيبقوا إيه تحت المية وكده إيه السعدات. اللي ماسك السنايبر فوق اللي مالك الأردن مالك وكده. أما إحنا إيه في مصر عندنا إيه رئيس جمهورية كده الرئيس عبد الفتاح السيسي ماسك الأر بي جي القوات برضه خاصة ماسك القوات التدريبات وكده استعداد عشان مثلا في كارثة في حرب في أي حاجة كده نكون مستعدين وجاهزين إيه في أي وقت مستعدين وجاهزين في أي وقت. وقلت له إن عملت التدريبات إزاي التدريبات الخاصة ازاي؟ التدريبات دي القوة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية الهاشمية برضه استعدادات عشان أعمل استعدادات اللحمة اللحمة على البيت عشان أكون في واحد في الملك الأردن. قوات خاصة مدرعات يعمل مدهمات بينجح بالإجباري عشان في أعداء كده في هالبيين عن الجريمة. ما تغزو في الناس اشتراك نصل الى 1000 مشترك واضغط لايك.